صح ما في صح كده. ممكن الأداة اسمها ACCU درو بتساعد جدا في الرسم. طيب لو هي شغالة معايا دلوقتي دي، أروح على درو إكس وأروح داخل هنا وأضغط سجل، تبدأ تظهر معايا. طيب فدوس حق يا إما هيظهر إن أنا أرسم من خلال الـ X والـ Y. يعني لو جيت هنا وقلت له إن أنا عايز أرسم لاين، فأنا بديله الـ X والـ Y، أقدر أكتب الرقم اللي أنا عايزه بالشكل ده، فهو كده هيلتزم بالـ X تمام، والـ Y حر معايا. وممكن أقول له لأ، خلي دي كمان برضه 15، فيبدأ يقسمها لي الكاري هنا. طيب لو دوست هنا بقى أربع حرف الـ M، هيبدأ يحولها لي لزاوية. يعني أقول له أنا عايز مثلا بزاوية 20 كده، انا ملتزم بالزاويه بس مش ملتزم بالمسافه. المسافه ممكن انا اكتبها 20 مثلا، 50 خلاص كده انا اديته معلومات الخط. فمجرد ان ادوس في اي حته بعيده هتبدا تظهر معايا.